أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. يستعد نادي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة مودرن فيوتشر مساء الأحد، وذلك في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية باستاد القاهرة الدولي. وعقد مساء السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في 10 مساء الأحد، حيث قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك إنه يرغب في بداية المؤتمر الصحفي قبل مباراة مودرن فيوتشر في تقديم واجب العزاء لأسرة محمد مدحت المعد البدني للفريق، والذي توفي مؤخرا، مشيرا إلى أنه كان شخصا رائعا ومميزا، ويتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه. وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: الطريقة التي أنظر بها للمباراة كأننا بين الشوطين، الشوط الأول انتهى والثاني سيكون الأحد. وتابع: وفاة محمد مدحت كان موقفا صعبا بالنسبة لنا، وعلمنا بالخبر قبل انطلاق مران الخميس بدقائق قليلة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نحقق البطولة من أجل روح محمد مدحت. واستطرد الفريق استعد للمباراة بشكل جيد، وعلينا أن نقاتل من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي للاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب. وفيما يخص توظيفه للتونسية حمزة المثلوثي في مركز المساق، قال المثلوثي يمتلك قوة وسرعة كبيرة، والدفع به في مركز المدافع مناسب له وأيضا لإمكانياته الفنية، هو يؤدي بشكل جيد في هذا المركز. وعن غياب محمد صبحي عن لقاء الغد، قال: لدينا حارس غائب ولكننا نمتلك 3 حراس آخرين. وصبحي قام برد فعل خلال تدريبات تسبب في إصابته وهو غير جاهز لهذا اللقاء. واختتم المدير الفني قائلا: الأسبوع الأخير كان صعبا بسبب الإصابات، خاصة بعد تعرض يوسف أوباما لكسر في الفك، وموعد عودته غير محدد حتى الآن، وسنعود للطبيب أولا وبعدها سيتم حسم موقفه. في السياق الذاتي، أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد مدحت المعد البدني للفريق كان صديقا للاعبين والجهاز الفني، وكان شخصية جميلة وهادئة رحمة الله عليه. أيضا قال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مودرن فيوتشر: نتيجة مباراة الذهاب بفوز الزمالك من الممكن أن تعطي انطباعا أن الأمر انتهى، ولكننا نواجه منافسا قويا ونحترمه بشدة. وأضاف عمر جابر: نستعد بقوة من أجل اللقاء، والجميع في حال تركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الأحد وحسم التأهل للدور نصف النهائي. في سياق متصل، قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق حصل على راحة من التدريبات الجماعية مساء السبت التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك لإصابته بنزلة برد. وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن شيكابالا سيتواجد في مباراة الأحد بصورة طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من مران السبت. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. أيضا في ذات السياق، أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تمديد مواعيد عمل الخط يوم الأحد المقبل ساعة زيادة بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور رود الفرج الساعة 12:20 صباحا، وآخر رحلة من محطة محور رود الفرج إلى محطة عدلي منصور في الساعة 12:45 صباحا. أيضا آخر معاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني من محطة ناصر والعتبة في الساعة 1 صباحا، بالإضافة إلى تشغيل قطار كل 5 دقائق، حيث أكدت الشركة أنها أعدت استعدادات خاصة بمحطة مترو الاستاد، وأيضا فريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبال جمهور نادي الزمالك، وذلك بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضراتكم.